اجرى وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع نظيره الهندي وثمن عبد العاطي العلاقات الثنائيه المتميزه التي تجمع البلدين في عدد كبير من المجالات مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية المصرية بتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك واتفق الوزيران على تكثيف وتيرة التنسيق والتشاور بينهما خلال الفترة المقبلة وعقد لقاء ثنائي في أقرب فرصة سواء في القاهرة أو نيودلهي أو على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك